السلام عليكم ورحمه الله. انا دابا بغيت ندير تعقيب. الاسم ديالك خالد هشمان. تفضل السي خالد. بغيت ندير تعقيب على موقع كشك اللي قال على الفطومي بانه ما كتوفرش فيه المعايير وانه تاجر مخدرات. النقطه ديال وانه كيبتز السلطات فيما يخص المعايير، ما كايناش شي معايير اللي مضبوطه، حيت كاينين شي وحدين اللي هما قالوا اللي مزوج في 2006، كاين اللي مزوج حتى ل 2012، كاين اللي مزوج في 2010، كاين اللي مزوج في 2011، تعطاتهم استفاده. كاينين وحدين اللي ما عمرهم تزوجوا، كنقول هذا الهضره وانا مسؤول عليها. كاينين اثباتات عندهم هما الاولي، كاينين الناس اللي جاوا من مناطق اخرى، كاين خو العشاوي اللي جا من المحمديه، كاينين حسنيات جوج. بالمناسبة واحد من حسنيات جا كيهددني على الوقفة اللي درت على عزيز سنين. رجعوا للموضوع. قلت المعايير ما كايناش معايير مضبوطة. كاينين اللي ما عمرو تزوج وكاينين اللي جاو من بلايص أخرى، وكاين اللي مستافد في جوج الكاريرات، كاين واحد مستافد في السكويلة ومستافد في طوما، علاش؟ حيت عندو براكة تما وبراكة هنا. كاين واحدين اللي مستافدين في زرهون وعاودوا استافدوا في طوما. كاينين كما قال السيد بان كاينه الفلوس، كاين سميتو، انا ما كنهضرش على الفلوس، انا كنعقب على جريده كيشك. عبد الغني الفطومي كتوفر فيه الشروط، توفر فيه جميع الشروط اللي ديال الاستفاده. فيما يخص القضيه ديال المخدرات، مخدرات انا حاضر، وانا انا كنت معاه في الملف ودوزت معاه سميتو الحراسه النظريه. هذاك الشيء كل شيء محض افتراء، لان المخدرات جبدها واحد من رجال العمل ثلاثه اللي سميتو، ودليل على ان عبد الغني الفطومي الوقت اللي جا السيد اللي داير التدخل على موالي المخدرات عير شاف الفطومي مديور ليه المينوط، قال لهم لا ماشي هو هذا. مشينا سميتو الكوميساريه ما هضروش معاه، ما سولوش، حتى الدوسي ديالو ما شافوش. حنا يلاه في الشهاده ديالنا الوحيده اللي داروا ان واحد الجنوي كانوا داوها، قلنا لهم راه هذيك حيدها لواحد كيكريسي، هي الوحيده اللي دارت في المحضر، كانوا هما ثلاثه وتزاد عليهم واحد اللي دار محضر. ما علينا، اليومين هذا انا باقي كنتسنى هذاك الضابط اللي جدانا من وسط الدار ديال الفطومي، كنتسناه ينفذ التهديد ديالو فينا حنا. قال لك حنتوما اش غنخسروا عليكم؟ غنخسروا عليكم شي واحد نصيفطوه يقتلكم، وملي لقاوكم في شي بلاصه غادي نخسروا عليكم عير نطابيهم محضر. حنا ولينا في ايام السيبه ولا ما عرفت شنو هي. المهم الفطومي بريء لا في التهمه الاولى ولا في الثانيه ولا في هذه اللي دابا سميتو مشدود على حسابها. والسلام عليكم ورحمه الله. بقى لينا سؤال واحد ما جاوبتيش عليه. تكلمتي على معايير الاستفاده، تكلمتي بانه ليس تاجر مخدرات، قلتي بان التهمه طفقت ليه، وقلتي بان ضابط الشرطه هددكم بالقتل، ولكن النقطه الاخيره والمهمه هو ان السلطات تقول ان الفطومي عبد الغني قام باعتصام امام العماله وقام باضراب عن الطعام لكي يبتز السلطات. لا ما كاينش ابتزاز. صيفط مقابله، طلب مقابله للعميل المره الاولى ما ردوش عليه، عاود صيفط الثاني، كاينه شكايه توجهات الوالي الدار البيضاء. ما كاينش ابتزاز، كانت مطالب مشروعه. والاضراب عن الطعام باقي مستمر فيه. الان راه هو في المحكمه وباقي مستمر في الاضراب عن الطعام، هو فك الاعتصام ولكن الاضراب عن الطعام باقي مستمر فيه وما كاينش ابتزاز، كيطالب بحقوقه المشروعه. في نظرك غيواصل الاعتصام ديالو امام العماله ديال البرنوسي؟ كيقول بان غادي سميتو هو مصر باللي وصلوا معاه لهاد الشكايه الكيديه من طرف احد القياد غيرجع للاعتصام ديالو وحنا معاه. اشنو هي الكلمه اللي غتوجه للعامل عماله برنوسي؟ نوجه للعامل لانه هو اعلى سلطه من القائد. سعاده السيد العامل، كنقولوا لك حنا مواطنين مغاربه،
حنا مواطنين مغاربه، دير اللازم ووقف على شغلك راسك واعطي لداوي الحقوق ديالهم، وبارك علينا من القمع، راه حنا ما بقيناش كنخافوا لا من حبس ولا من قتل ولا من حتى شي حاجه.